عامر عامر اتظلم في سيراميكا كليوباترا؟ ليه؟ زي ما قلت لك الفترة الأخيرة من شهر 1 لشهر 6 كنت أكتر من وعد إن أنا هجدد وهبقى موجود مع الفرقة وهكمل، في الأخير هم كان ليهم رأي تاني بعد 6 شهور. من وجهة نظرك أنت، محمد بسام قدر يلعب بشكل أساسي الماتشات لأنه فنان أفضل؟ وجهة نظر المدير الفني. وجهة نظرك أنت طيب؟ ما ينفعش تقول لحارس مرمى وجهة نظره في حارس مرمى تاني. عامر عامر لاعب مودي ومزاجه ومتحكم في مستواه؟ لا مش لاعب مودي الحمد لله، يعني انا دايما بحاول اجتهد في كل الاوقات في سواء تمرين او ماتشات، فلا مش لاعب مودي خالص. من اللاعبين المخضرمين في الدوري يا عامر، شايف ان انت كنت تقدر تلعب اهلي وزمالك؟ في فتره من الفترات ايه السبب ان انت ما تلعبش اهلي وزمالك كل الفتره دي؟ والله يبقى التوفيق من ربنا، عدم توفيق بقى، عدم حظ، ما فيش حظ ليا ما تعرفش يعني، بس هي جت فتره من الفترات كان اسمي بيتردد بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، لكن ما حصلش نصيب ان انا ابقى موجود معاهم يعني. عامر عامر بيحب يكون قائد الفريق؟ مش قائد بمعنى ان انا البس شاره واتحكم في اللعيبه او اتحكم في حد، لا ان انا بلم شمل اللعيبه وبلم شمل الفرقه يعني، ويبقى كلنا في اوضه اللبس او في النادي ايد واحده. اللعب في مصر متحكم فيه بشكل كبير الوكلاء وليس الامكانيات؟ الوكلاء ليهم دور بس مش دور كبير يعني، الانديه هي المتحكمه في الحيز الاكبر في الموضوع ده. اسمك مميز جدا، عامر عامر، هل كنت بتشوف السوشيال ميديا كان بيتكلم ازاي على اسم عامر عامر واسم مختار مختار ولا ما كنتش بتتابع؟ لا طبعا بتابع، وفي بعض الاصدقاء برضو بيبعتوا لي الكوميكس اللي كان بيحصل، فمتابع كويس جدا للموضوع ده. كان رايك ايه في اللي بيتقال؟ بضحك طبعا، فحاجة طالما هي حاجة بتضحك الجمهور بيستمتع بيها فطبعا بضحك معاهم يعني. عامر محمد عامر، ليه اسم شهرتك بقى عامر عامر، ما اخترتش اسم تاني جنب اسم عامر؟ والله انا ما اخترتش الاسم او اسم الشهرة ما اخترتوش، انا اسمي عامر محمد عامر، في الاخر اسم العائلة ابو الخير، فهم اختاروا اقصر حاجة للشهرة عامر عامر. في بعض المعلقين يعني بيقولوا عامر محمد عامر اسم ثلاثي. الفترة الأخيرة أنا عارف كويس إن أنت ما كنتش نفسيا في أحسن حال، هل في لحظة فكرت تبطل كورة؟ لا طبعا، لا طبعا، مش موقف واحد من حد معين يخليني أفكر إن أنا أبطل كورة. اتمنيت تكمل في سيراميكا كليوباترا الموسم الجاي صح؟ اتمنيت، لان انا واحد من الناس اللي الحمد لله عملت اسم للنادي ده من اول ما صعد للدوري الممتاز، وكنت سبب في ان الموسمين اللي انا لعبتهم ان انا الفريق موجود في الدوري الممتاز، وكنت مساهم بشكل كبير جدا حتى في الموسم الاخير ليا ان انا اوصل الفرقه لكاس الرابطه او نهائي كاس الرابطه. احسن صد في مشوارك؟ هو انا عندي الحمد لله تصديات كتير جدا كويسه، فمش قادر اقول لك حاجه معينه، بس ممكن اقول لك افضل ماتش ليا اللي هو يفضل في الذاكره، كنا بنلعبه بانبي بنلعب فوق ستيف في الجزائر، فالماتش ده كسبنا 3-1، فده كان افضل تقريبا، كان افضل ماتش ليا. حلم لسه ما حققهوش عامر عامر؟ اللعب لاحد القطبين، اهلي وزمالك. شايف ان انت تقدر تحقق حلمك ولا الوقت فات؟ بص لا الوقت مش ما فاتش ولا حاجه، بس دايما الانديه او الاهلي والزمالك بيدوروا على السن الصغير شويه، فممكن يكون صعب شويه ان انا اوصل للنقطه دي، بس طبعا هجتهد واشتغل وكل توفيق في الاخر يا ربنا. اشاده عمرك ما تنساها؟ اشاده كان كابتن محمود الخطيب ماتش الانتاج والنادي الاهلي، فدي اشاده جات لي من المدرجات، فدي كان حد قاعد جنب كابتن محمود الخطيب، فدي طبعا اشاده عمري ما انساها. امتى بكيت في الملعب؟ لا ما حصلش ان انا بكيت في الملعب. عامر عامر اهلاوي ولا زملكاوي؟ بشجع اللعبه الحلوه. هدف دخل من خطا منك؟
موسم 21 22 من ماتش السيراميكا وفاركو في استاد اسكندريه. الملعب كان مش مليان ميه، كان غرقان ميه، وكان تقديري للكوره ان الكوره طبيعي انها تقف تحت ايدي، ما وقفتش ودخلت بالرجلين. هل وصل لك عروض قبل كده من الاهلي او الزمالك؟ عروض رسميه؟ لا. حد كلمك؟ حد كلمني منين؟ اهلي او زمالك؟ حصل مكالمه من احد المسؤولين في النادي الاهلي، والمكالمه كانت قصيره جدا، ومن بعدها يعني ما حصلش توفيق ليا. كان سنه كام يا عم؟ 18 19.